السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنعمل حاجة سريعة كده بالتوست، هتبقى تحفة ان شاء الله. نحط الاول هنا 250 واحد كوب، يعني 250 هحط 2 كوب، هيبقى 500 جرام. 500 جرام سكر، كوبايتين اهو اهو كوبايتين، دي حوالي 250، يعني 500 جرام. تمام، 250. تمام يا جماعة، هنحط كوبايتين مية، نحرك كويس. هنعصر عليها نص ليمونة كده، نحطها على النار وهي تبقى ايه تظبط مع نفسها بقى. بص بقى يا جماعة، لغاية ما الشربات تتعمل هنعمل العجينة. هنعمل بقى ايه، دي 12 حباية توت، شايلة منهم الحاجات دي. تمام، نحطها كده. ممكن لو مش عايزاها، مش عندك ركبة، اعملها عادي بايديكي. تمام، بسم الله. 12 حباية، هنحط عليهم قطعتين زبدة، يعني معلقتين زبدة، وهنحط بيكنج بودر نص معلقة، واحط بيكنج صودا برضه اقل من نص، يعني ايه نص، اقل من نص يعني حتة، يعني شوية. تمام، وهنحط ايه شوية كده، هنضربهم في الخشوية بس، معلقتين بس لغاية ما تتضربوا، وبعدين نيجي نشوف هنعمل ايه. هنحط بقى الخليط اهو يا جماعة، نحطه هنا. انا عايزه تبقى عجينه، مفيش كبه، اعملها بايدك عادي. عايزه اياها انا اعمل كده شويه كده. سنه كمان سنه. الحشوة يا جماعة اللي انتوا عايزين. ممكن دلوقتي احنا يا جماعة خلاص هنعمل، عملنا الخطوة دي، وهنعمل، هنحط بقى ايه معلقتين دقيق، دي مهمة، ونحط معلقة ونص او خليها معلقتين، مش كبيرة قوي اهي. ده هو يا جماعة نشا، دي النشا، يعني ده الكورن فلاور، معلقتين، ونحرك بقى كويس. بصوا يا جماعه، انا هحط شويه من الحبهان او الهيل، شويه صغيرين، يا اما مش عارف بتحبوش الطعم ده حطوا ايه. بصي ادوب شويه اهو، شويه صغيرين. اللي عايز يحط قرفه بدلها يحط، اللي عايز يحط فانيليا بدلها يحط. بصوا بقى يا جماعه هنعمل ايه هنا، هنحط اي مكسرات عندكم. ها دي انا عندي هنا فيه فستق، حطيت هنا معلقتين حسب الكميه بقى، تحطوا اللي انتوا عايزينه. شويه لوز، وهي معلقه اللي عندي. هنحط بقى معلقه سكر، بس هنجيب لكم السكر، اهي معلقه سكر عشان تدي طعم وتحمر من جوه، تحمص. المهم، وهنعمل هنا ده جوز الهند، هنعمل نحط اهو، اللي مش عايز جوز الهند ما يحطش. تمام، هنعمل كده دي جبنه موتزاريلا، موتزاريلا تشيز. الله، هنبدا الشغل اهو. بسم الله، هنا دي في زيت، عشان بس يا دوبك ايه ادهن صباعي، ادهن صباعي بس. هنعمل كده اهي، سنه كده
اهي بسم الله. نحشي كده اهو، اقفلوها. طعمها جميل، انا عملتها ودقتها طعمها جميل. الحاج محمد بيعمل الرمان. اهلا يا بابا. ما فيك يطلع يا بنت الزيت يطلع. خلاص يا جماعه الزيت سخن اهو، هنحمر. بسم الله. اعملوها يا جماعه وجربوها، لو عجبتكم اعملوا بكميه اكبر. اي حاجه تشوفوها اعملوها بكميه صغيره، بعد كده لو عايزين تضاعفوا الكميه ضاعفوها. بسم الله. شايفين الزيت ما يكونش سخن قوي ولا متوسط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يبقى زي الفل. طبعا هو عجينه مستويه، هو مش ناقص ياخد سوا يعني، هي دوبك تاخد الحته السويه بتاعتها دي ومسقطينها فين؟ في العسل، العسل التقيل اللي احنا كنا عاملينه. الاحجام بقى اللي احنا عايزين نشكلها كوره، عايزين نشكلها زي السمبوسه زي ما احنا عايزين. بصوا يا جماعه بقى كده احنا ايه اهي طلعت، هنسقطها في قلب الشربات اللي احنا كنا عاملينه. بسم الله كده واحد كده اهو، متخليهاش كتير، 5 دقايق كده. هعمل الكميه كلها اهي، متخليهاش كتير عشان ما تدوب يعني ما تتهرش منك. طبعا انا جربتها قبل كده طبعا، ما كنتش حاطه فيها دقيق الصراحه، فما كانش مظبوطه، دلوقتي هي اتظبطت. شايفين يا جماعه حلو ازاي؟ ان شاء الله. وكده يا حبايبي احنا كده خلصنا، عشان نعمل شويه ديكوريشن كده اهو. جربوها طعمها جميل، ان شاء الله نال اعجبكم. جربوها وكلموني، شوفوا عجبكم عجبكوش، برضك اختلاف الآراء بيبقى حلو. الهنا والشفا، مع السلامة. تعليقات واشتراكات وإعجاب، وإن شاء الله نعمل حاجات جديدة كمان وكمان.